تتجه أنظار العالم إلى مصر بمناسبة استضافتها قمة التغير المناخي COP27 بحضور ما يقارب من 30,000 مشارك يمثلون 190 دولة، من بينهم قادة دول ورؤساء حكومات وممثلو منظمات دولية، بما يؤكد ثقة المجتمع الدولي. ولتأمين تلك الفاعلية بما يليق بمكانة مصر الدولية وما تتمتع به من أمن واستقرار، وضعت وزارة الداخلية رؤية واستراتيجية أمنية شاملة تضمن التأمين الكامل لمدينة السلام شرم الشيخ. فمنذ اللحظة الأولى لهبوط الطائرات مطار شرم الشيخ الدولي، تتجسد أمامنا مظاهر الأمن والطمأنينة لتتيقن أنك في مدينة السلام. منظومة متطورة لتأمين المطار وللفحص والكشف الدقيق والتعرف على الأشخاص، مع مراعاة إنهاء الإجراءات في زمن قياسي، يتم تطبيقها بمعرفة رجال شرطة وعناصر للشرطة النسائية متميزة. خطة أمنية ترتكز على أسس علمية وتعتمد على الاستعانة بالتقنيات الحديثة لتأمين مدينة شرم الشيخ، من خلال التطوير المعماري والحضاري للارتكازات الأمنية المنتشرة بالمحاور الرئيسية للمدينة وتزويدها بالاحتياجات اللوجستية التي تضمن جاهزية القوات المتمركزة بها لأداء المهام الموكلة إليها، بما يضمن إحكام السيطرة الأمنية ونشر الأكمنة الثابتة وأقوال أمنية متحركة ووحدات للانتشار السريع وانتقاء أفضل العناصر الشرطية المدربة والمؤهلة وعناصر من الشرطة النسائية لتنفيذ المهام التأمينية، مزودة بكافة التجهيزات التي تتيح لها الرصد الأمني وإنفاذ القانون وحماية الشخصيات الهامة والوفود المشاركة، وكذا تأمين المناطق السياحية. تكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق ونشر سيارات الإغاثة المرورية لمواجهة الأعطال وتحديد خطوط سير بديلة، مع تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة لتيسير ومراقبة الحركة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية، متابعة دقيقة وشاملة لكافة أنحاء مدينة شرم الشيخ بمنظومة متطورة يتم إدارتها من خلال غرف عمليات مجهزة تعمل من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ووضع سيناريوهات أمنية متعددة للتعامل مع مختلف الأحداث، وبما يكفل سرعة تحرك القوات لتنفيذ المهام والتكليفات المختلفة. الرؤية الأمنية الشاملة لتأمين قمة التغير المناخي يقوم على تنفيذها عناصر مدربة من كافة قطاعات وزارة الداخلية، تتسم بالقوة والاحترافية الكبيرة في التعامل مع كافة المستجدات الأمنية، عناصرها مزودة بآليات ومعدات متطورة وكافة الاحتياجات اللوجستية، حيث انطلقت جهود القطاعات الأمنية وتكاملت نحو البدء في عمليات التأمين لترسيخ الوجه الحضاري للبلاد وما تنعم به من أمن وأمان.